أمام إصرار نتنياهو على اجتياح مدينة رفح وبدء عملية برية فيها، يزداد تمسك النازحين وسكان رفح بالبقاء. الملاد الأخير يرفض هؤلاء الهجرة منه قسرا أو طوعا، مع إطباق الحصار عليه من جهاته الأربع، مؤكدين أنهم سيقفون سدا منيعا في وجه الاحتلال الإسرائيلي. فهنا تفاجأت أنا أنهم في كل الدنيا قايمة وقاعدة على حكاية رفح، إن شاء الله ما يصيرش حاجة، وهنا هنا قاعدين وأنا عارف إن على خط النار وبعرف إن حموت، أنا لما بدي أفكر أطلع من هنا على جدتي. غزة العزة هي الموطن تبعنا، إحنا انتشأنا فيها، إحنا انولدنا فيها، لو المصريين إخوانا صح على العنوان بيقصروا، بس برضه حياتنا حتكون أصعب من قطاع غزة، أصعب من الحياة، حياة يعني ما تأقلمناش فيها، قطاع غزة هو شعبنا. وحياتنا وبلدنا الواحد تقربي فيه ونولد فيه، ما بقدر يدشر بلاده وروح على سيناء. تحذيرات ورفض دولي لتهجير الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية، لكن الحديث عن إنشاءات هندسية تجري إقامتها في سيناء قرب رفح أثار مخاوف من أن تكون استعدادات لعمليات نزوح محتمل، وهو ما نفته القاهرة التي أكدت على لسان أكثر من مسؤول أن الإنشاءات في سيناء قرب الحدود مع رفح هي منطقة تنظيمية تجري إقامتها وتجهيزها تخفيفا للعبء على الطرق المصرية، وتضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن لتأمين المساعدات من التلف داخل الحاويات، ومكاتب إدارية ومساكن لإيواء حشود الإغاثة التابعة للهلال الأحمر المصري وسائق شاحنات المساعدات. ليس في نيتنا توفير أي منطقة أو مرافق آمنة، ولكن إذا كان هذا هو الحل في أي موقف فسنتعامل مع الضرورة الإنسانية وسنقدم الدعم للمدنيين. منذ البداية أبلغنا الإسرائيليين وشركائنا بأن هذا تجاوز للخط الأحمر. شبح التهجير لا يزال يخيم على نحو 1.5 مليون فلسطيني تكتظ بهم رفح، حيث يعمد الاحتلال إلى قتل حلم النازحين بالعودة إلى منازلهم أو ما تبقى منها.